بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم عام على نفق الحرية، كيف كسرت العملية سطوة المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأي واقع للحركة الأسيرة؟ مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.